أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يوجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأبنائي، جريا على عادتنا السنوية الحميدة وتواصلنا الدائم وفي لقاء متجدد معكم على الخير والمحبة، أستهل كلمتي بتهنئتكم بشهر رمضان المبارك ودخول العشر الأواخر منه، سائل المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز وشعبنا الكريم وعلى المقيمين على أرضه الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والسؤدد. أخواني وأبنائي، يمثل شهر رمضان المبارك بما خصه المولى تعالى من تفضل وتعظيم وتشريف وتكريم بنزول كتابه العزيز، نقطة انطلاق في نفس المؤمن للتوبة والإنابة إلى الله تعالى والاستزادة فيه من صالح الأعمال وفعل الخيرات. إن علينا تذكر نعم المولى تعالى علينا والتي لا تعد ولا تحصى، لقد أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان، وتفضل علينا بالأمن والأمان، وأفاء علينا كل خير وفضل وسعة رزق ورقد وعيش، وأحاطنا بالتواد والترابط والتراحم والأخاء، وجعلنا نعيش أسرة كويتية واحدة متكاتفة في السراء والضراء. إنها نعم تستحق منا الحمد والشكر وتستوجب المحافظة عليها بالثناء للمنعم، وبالأخص والولاء للوطن وبذل المزيد من العطاء لخدمته والعمل الدؤوب للرغي به وتقدمه بالتمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمه السامية. أخواني وأبنائي، إن على الجميع أن يدرك ما يحدث حولنا من متغيرات، وأن يستشعر طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة والمخاطر التي لسنا بمعزل عنها، واستخلاص العبر والعظات منها حفاظا على أمن وطننا وسلامته. ولن يتأتى ذلك إلا بالتكاتف والتلاحم والوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية والقبلية والنزاعات وتهديد وحدتنا الوطنية التي هي السياج الحامي للوطن بعد الله تعالى. إنني أجدها فرصة طيبة ومناسبة لدعوة إخواني أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المزيد من التعاون والتآزر وتضافر الجهود لتعزيز مسيرة العمل الوطني المشترك ودفع عملية التنمية والبناء، وإلى النهوض باقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق، وإلى تذليل كافة العقبات والمعوقات لتلبية التطلعات والطموحات المنشودة لكافة المواطنين. كما أجدد الثقة بإعلامنا الكويتي المقروء والمسموع والمرئي
ودعوته إلى بذل المزيد من العمل والاهتمام بتعزيز الروح الوطنية وإشاعة أواصر المحبة والتواد بين أفراد المجتمع وطرح القضايا التي تهم المواطنين دون ما تهويل أو إثارة. إخواني وأبنائي، لقد أكدت مرارا بأن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في شبابه، فهم أقل ما نملك من ثروة واستثمار، وهم يحظون بجلد اهتمامنا واهتمام الحكومة ومجلس الأمة، وعلينا العمل على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وحثهم على التحصيل العلمي المواكب لمتطلبات العصر وتحصينهم من الأفكار الضالة والسلوك المنحرف وغرس روح الولاء والوفاء للوطن في نفوسهم، وهي مسؤولية تقوى على الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع. ولقد سرنا ما حققوه من إنجازات ومراكز متقدمة في الميادين العلمية والأدبية والطبية والرياضية في العديد من المعارض الإقليمية والدولية. إنني أدعوكم أبناء الشباب لاستغلال الفرص التي باتت مواتية أمامكم لتسخير إمكانياتكم لتطوير قدراتكم والاستفادة معا مما تقدمه الدولة من امتيازات محبزة من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لممارسة الأعمال الحرة والمهنية وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق قيم المضافة للاقتصاد الوطني وتعود على الوطن بالخير والنفع. إخواني وأبنائي، نتابع بألم الأحداث والتطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونسعى مع أشقائنا وأصدقائنا على حث مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه المعاناة وتحقيق الأهداف المشروعة التي نصت عليها الشرعية الدولية في هذه القضية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى ما تعانيه العديد من دولنا العربية الشقيقة من ويلات الحروب والصراعات وفقدان الأمن والاستقرار، لا سيما الأوضاع في اليمن وسوريا. وأننا نؤكد مجددا موقفنا لدعوة الأطراف اليمنية إلى طاولة المباحثات وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق. وإذا كان عالمنا الإسلامي يشهد اليوم واقعا مؤلما ويواجه ظروفا وتحديات سياسية وأمنية خطيرة، فإننا مطالبون إذا ذلك بأن نسعى إلى ترسيخ وحدة صف المسلمين وتكاتفهم وتآزرهم لمواجهة هذه التحديات وجرء هذه المخاطر. إخواني وأبنائي، نعيش هذه الليالي العطرة من العشر الأواخر رافعين أكف الضراعة ومبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا ويغفر ذنوبنا ويمحو خطايانا ويجعلنا ممن وفق لليلة القدر وكتب له أجرها
وأن يوحد سبوبها وغاياتها وغاياتنا لخدمة وطننا وإعلاء شأنه وتحقيق كل ما ينشده من ازدهار ونمو ورخاء، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يجمع كلمة المسلمين ويحقن دماءهم ويحفظ أوطانهم. كما أننا نستذكر بكل التقدير والإجلال المغفور لهما بإذن الله تعالى أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وأميرنا الوالد الشيخ سعد عبد الله السالم الصباح طيب الله ثراهما، سائلين المولى تعالى أن يسبغ عليهما رحمته ووسع مغفرته ورضوانه، وأن يسكنهما فسيح جناته مع الصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يرحم شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم وبذلوا دماءهم الزكية دفاعا عن الوطن العزيز والذود عنه، وينزلهم منازل الشهداء، وأن يقبل ويرحم موتانا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، نقلنا لحضراتكم كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.